يبدأ يصف في الرب ويقول لي يا رب هعيشني. قبل ما اكمل الترنيمة الجميلة دي اقول لك الرب يسوع يعرف دافع القلب، فاحص القلوب ومختبر الكلب. عشان كده تعالى لما تيجي قدامه قول كلمة حق، قول له ماليش غير، قول له بحبك يا رب، قول له انت حياتي كلها. الرب يسوع المسيح هو شايف كل الامور اللي تعباك، شايف كل الامور اللي شغلاك. خلاص النهارده تعالى وصدق في الحق دوت. الرب يسوع المسيح شايف كل اللي انت عايزه واللي انت محتاجه، هو النهارده هيديك الحق. مين يقول امين؟ انا هو الطريق، هللويا، والحق والحياه. كمل مع الرب وشوف الحق بعينه. عشان كده دائما الرب كان يتفوى بهذا الكلمات، الحق الحق اقول لكم. هللويا. مين يديك النهارده حقك؟ مين النهارده يدي حقك اللي سلبوا منك ابليس؟ حقك اللي سلبوه الناس، مين يدي لك حقك النهارده؟ وما دام هو فعلا هو الطريق والحق والحياه، هيدي لك حقك يا مؤمن. خلي عينك على الحق يا مؤمن. خلي عينك على الحق وعيش الحق. الحق مش كلمة، الحق حياة وترنيمة وأغنية. عشان كده قال المرنم أنا ماشي وحبك لي يا منار وصليبك عدياني من نار. قول معايا كده وأنت بترنم وأنت فرحان وأنت جالس كده في الكنيسة، قول معايا أنا ماشي وحبك لي يا في نار حواليك وصليبك عدياني من نار. أنا ماشي منام أنت معايا وأسيب العالم. زي ما رضى على شعب وغنمت علمت اوجاعهم فنزلت انقذهم من يد المصريين واسعدهم من تلك الارض. الارض دي مش عجباك وما كانتش عجباك. اسعدهم من تلك الارض الى ارض جيده، الى ارض واسعه، الى ارض طافيه لبن وايه وعسل. اصل هو الحق وهو ما بيرضاش ابدا على الظلم. اخي المظلوم واخته، لو ليك عند اي انسان حق ما تجيبوش بدراعك، انت ليك اله هيدافع عنك يقاتل عنك وانت صامت. صدقني سيب قضيتك في ايده، هو القاضي اللي حكمه يسير على الكل، على الصغير وعلى الكبير. ويا بختك يا مؤمن لما تحسبها صح وتقول له كده وهعيشك وهعيشك. يبقى انت كده عايش الحق. لما تعيش للرب تعيش لايه؟ تعيش للحق. عشان كده يشبع انسانا عاقلا من يسمع كلامي ويعمل بها. ادي الحياه بتاعت المؤمن، يسمع كلامي ويعمل بها. يشبع انسانا عاقلا. عشان كده ربنا بيوبخ الجهال. البعيد عن الرب جاهل، اللي بعيد عن الرب عايش حياة الجهل وكمان عايش حياة الايه؟ التخلف. مش عاقل ابدا، مش عاقل ابدا اللي يجرح في نفسه، مش عاقل ابدا اللي يعيش زي الناس، مش عاقل. عندي كلام مش قادر اعبره، عايز اقول لك الحياة بتاعتك انت تختارها. تختارها انت النهارده في الدقيقة دي. تقول لي في بداية الاجتماع انت لسه حتى يا جناب الرحم ما وعصتش، اقول لك اختارها. انت تختارها. انت مش محتاج وعظة، انت محتاج بس كلمة حق. مين يقول امين؟ امين. وعشنا.
تعرف نفسك مؤمن حقيقي او مش مؤمن حقيقي ازاي؟ في تجاربك، التجارب اللي بتمر بيها بتقول ايه على الرب. قال المرنم يا رب يسوع المسيح انا ما اقدرش اعيش من غيرك، يا رويني يا يسوع. Oh,
وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالولي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، الناس قالولي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي.